طيب اللي جاي ده هنروح نشوف فيه او فيديو جراف زي ما بيتقال كده، عشان الواحد يعيش بصحه جيده لازم يهتم بالاكل. يعني الاكل جزء مش بس بسيط، ده جزء اساسي جدا من فكره صحه الانسان. فيديو جراف ده عن فوائد الاطعمه الغنيه بالالياف وقد ايه الالياف مهمه لصحتنا ومهمه جدا لحاجات كتيره قوي في وظائف الجسد. خلينا نروح نتابع ونرجع احنا بناكل عكس كل حاجه. إيه ده؟ بناكل عكس كل حاجه. انا ما بصيتش قوي، ما خدتش بالي والله، ما خدتش بالي الصراحه. كان في كلام حلو، كان في كلام مفيد بتاعك. ايوه ما خدتش بالي والله. لا بس فكره بص هقول لك على حاجه، في ناس لما بتخس وتروح الجيم ويظبط جسمها مثلا بعد مده مش طويله يبتدوا ياكلوا عادي، بقى يقول لك خلاص ما انا وصلت للتارجت. انا من الناس دي، وعيني ارجع اكل كتير فتخ، فقلت هو ايه اللي حصل لي ده، وتبدا من تاني تكرر نفس القصه. فبجد الاكل اساسي في فكره هنا تحسين الصحه والشكل والشيب وكل الكلام ده. فالاكل الحلو اللي فيه زي ما اتكلمنا قبل كده فيتامينز والياف وحاجات زي ده اكيد احسن بكتير من الجانك فود واللي احنا بناكله كل يوم والفطار اللي احنا بنفطره انا وانت كل يوم. بصراحه خلينا نبقى صراحه هنا قبل الهوا، ده بشع يعني ولا ايه؟ والله زي الفل ونعمه وفضل بس والله نعمه. خليني اشوف الناس بتفطرنا ايه ايام الاستوديو الاولاني بخلفياته بقى بالحاجات اللي حواليه الايام في حد يعني مش هقول بنفطر ايه، بس حاجات كلها تتخن وحاجات كلها غير صحيه وبسبب والله العظيم. كمل يا كريم.